خلينا نفهم اتحاد الشغل في على السنة ونصف الأخيرة اخطأنا من اعتباره وفق تأكيد لأمناء العاملين متاعه على الأقل حفيظ حفيظ في الأيام الأخيرة أنه لا يمكن الاتحاد أن يلتقي مع من يعتبر لحظة 25 جويلية انقلابا، يعتبروها لحظة تاريخية. بالإضافة إلى ذلك اتحاد الشغل يعني تشوف قيادة أحزاب، رئيس جمهورية سابق، محالين، عميد محامين، عياش الهمامي رئيس الهيئة الوطنية للحرية دفاع عن الحرية والديمقراطية، محالين المحاكم العسكرية، اتحاد الشغل ما راش فيها مشكلة. اليوم فقط عندما يتم إيقاف والاحتفاظ برئيس نقابة خصوصية اللي على فكرة عنده فيه قضية سابقة تقريبا من الصيف، تقوم الدنيا وتقعد. والاتحاد اليوم هنشوفه حتى في البنات الجهوية يدافع عن الحريات الفردية والخاصة، ولت معركة حريات. كيفاش نصدقوا؟ ها نذكر السيد سامي الطاهر الأمين العام اتحاد عامة الشغل مكلف الإعلام في تدوينات سابقة يقول لك لا انقلاب ولا هم يحزنون، لا أعتقد أن الرئيس يعد أمرا ما هذا قبل يعني في الفترة اللاحقة كما يخص أصحاب الهواجس ويروج الموتورون من شعب السياسة الجدد أو من المكلفين بهم. هذا كلام أمين عام مساعد الاتحاد العام تونسي الشغل بيقول لك لا قد حد الرئيس الصلاحيات وفق قراءة الدستور بغض النظر عن صواب خطأ، وما على المعترضين إلا المجادلة القانونية كما ضغط لتعديل القوى وحث الأجهزة تطبيق قانون اللي يهمنا. اتحاد الآن عندما تم الاحتفاظ برئيس نقابة خصوصية وقع النفير العام والدعوة غدوة هيئة إدارية، ما الذي يحصل؟ وهل الاتحاد فعلا جاد في الإصلاحات هذه وهذا الدفاع عن الحريات أم أنه الآن وصل لدق في الدربلة؟ طبعا اتحاد الشغل كان له موقف من الثورة التونسية، خلينا نكون واضحين. اتحاد الشغل كانت آلاف الإضرابات بعد 2011 وعطل العجلة الاقتصادية وساهم بقسط كبير في إيقاف الإمدادات للفوسفات التي أصبحت كنا من بين المنافسين في العالم لتصدير الفوسفات قبل حتى شقيق المغرب، أصبحنا الآن متوقفين عن هذا الأداء. وبالتالي للأسف هناك أجنحة داخل اتحاد الشغل لا تناضل من أجل معاش المواطن أو الطبقة الشغيلة، وأن يهمه أن تصارع إيديولوجيا خصومها على الساحة السياسية. لكن استبشرنا خير 2013 لما جلس اتحاد الشغل مع باقي المنظمات الوطنية وساهم في تهدئة الأوضاع ووضع خارطة الطريق التي جاءت بعد ذلك بأول رئيس حكومة بعد السيد علي العريض فك الله أسره ونحن نأسف على توقيفه بهذه جمعة بحكومة إنقاذ، حكومة كفاءات فقط. أعتقد أن اتحاد الشغل ما زال يعيش انقلاب داخلي، تونس تعيش انقلاب على الشرعية. نعم. والاتحاد الشغل أيضا له انقلابات بين الأجنحة. الآن هناك طيف مؤدلج للأسف بصدد تعطيل مهمة ووظيفة اتحاد الشغل. كان من المفروض أن يجمع اتحاد الشغل إذا عجز الرئيس قيس سعيد في تجميع التونسيين، إذا عجز رئيس قيس سعيد في تجميع الأطياف السياسية، فبالتالي كان من الأجدر هذه المنظمة العريقة أن تجمع الطيف السياسي وتجلس معهم على طاولة الحوار كما فعل السيد حسين العباسي 2013. لكن ما زالت هناك داخل هذه المنظمة العريقة أشخاص للأسف ليس لهم وظيفة إلا تفريق وتقسيم التوانسة بين هذا وذاك، بين يمين وشمال، بين يمين ويساري، بين قومي. للأسف المنظمة العريقة أيضا تمر بمرحلة صعبة وشديدة وخطيرة أيضا. إذا ضعف اتحاد الشغل فهذا مؤشر على ضعف أيضا المجتمع التونسي، لأنه يمثل أيضا شريحة من المجتمع التونسي. وبالتالي هناك
أصوات متعالية الآن، وخاصة من السادة السيد أحمد نجيب الشابي، عصام الشابي، غازي الشواشي وغيرهم من الشخصيات الوطنية التي تقول للاتحاد الشغل أن يتراجع عن هذا المسار، أن يساهم في إخراج تونس من هذه الورطة والكارثة، أن يوافق على الجلوس مع كل الأطياف السياسية ولا يقصي أحد. نحن نستغرب عندما يقول السيد نور الدين الطبوبي وهو من الخط لحبيب عاشور وليس من الخط اليساري الاستئصالي، أن يقول لا مجال أن يساهم في هذا الحوار الأحزاب السياسية. سيدي الفاضل السيد نور الدين الطبوبي، كيف تؤمن بديمقراطية وتقصي فيها الأحزاب السياسية؟ بالتالي مطلوب الآن بسرعة وعاجلا من السيد نور الدين الطبوبي أن يتحكم أولا في هؤلاء الخصوم، في هؤلاء الذين للأسف لم يترك له أن يجمع التونسيين، أن يتحكم في الأفراد للأسف الغير وطنيين. نعم.